خلصنا يا ابن الحلال، خلصنا. لو بتفطر كده على ايه؟ دوما تاكل هم. اه جيت بقى، جيت بتاس اعطيني مصاري بدي اجي اشتري شويه شغلات لي. ايوه وش هالشغلات بقى؟ عم تستناني لادخل يعني مشان تقول لي ايش هالشغلات بقى؟ يعني واحد شو بده يشتري؟ شيبس، كولا، ايس كريم، شويه شغلات يعني. شيبس وكولا وايس كريم؟ يخرب بيتك، ليش انت مو صايم؟ لا انا بصوم للظهر بس. هاي خلصني بقى. سوك يخرب بيتك من حالك. الله الظهر ايش؟ عيفن معك. لا تاخر. لا ما راح اتاخر، لا تاكل هم. الله الله اكبر على هالروايح مع عبده. ايش طيب خاليهم؟ ابو عبده منيح، الله بعدك مسوك. خلينا نقيس لك كلياتها، خلينا الصبح عم بسجلهم. جيب لي اياهم تعال كلياتهم بسرعه، هدول مش رزمات رمضان. ابو عبده ابو عبده وين راح؟ يخرب بيت الطلبات. ليش طلع؟ ممتاز، منيح ما في حدا. صواريخ، أنا بفرجيكم، والله تعطي الصواريخ كلها تعليكم. بمين بدنا نبلش؟ ممتاز، معناها أول واحد رح نبلش فيه عبادة. القى يا رب تلقى. يا لطيف يا لطيف، شو الصوت هذا؟ مين شرح الصاروخ؟ شو هذا؟ يخرب بيته، والله صاروخ صاروخ. منروح للتاني بقى. مين شرح الصاروخ؟ مين شرح الصاروخ؟ مين شرفه؟ اخر باقي الاغراض كلياتهم بدي يجيني لي تمام. ممتاز، امي المطبخ اجت على اجريها، معناها راح نبلش فيها. انا بفرجيك يا اخي دوجة حقيرة، يعني لا قبل الافطار ولا بعد الافطار بشوف الشيك. ماشي بسيطة. قولي بدها بحته، بدها بحته. شو هذا؟ شو عم بصير؟ ممتاز، لسه عم بقيل. انا بفرجيكم. ولا طلع صاروخ، ولا طلع. انا سمعته، انا سمعته، انا شفته طلع صاروخ. يخرب بيتكم، مش عارفه مش عبد. عبد طالع من الحمام. يا حقير، هذا انت اللي شرفته، انت اللي شرفته. ايش بك؟ ايش في اللي عم بضرب؟ ليش عم بضرب؟ ليش عم بتقصع بسال السما؟ عمل حرك داخل الحمام، شرفت عليه صاروخ مش هيرتعبي قبل الصرامي. شو؟ صاروخ؟ انا بدي اشرف عليك صاروخ امي. انا فعلا كنت طالع من الحمام مرعوب بلحظه. انا كمان كنت بارك على البرندا وفي حدا شرف علي صاروخ. ايش قصه الصواريخ بالبيت اليوم؟ شو انت كمان؟ لا شكله هذا البيت ملبوس، شكله هذا البيت ملبوس. قول اعوذ برب الفلق. روحوا جهزوا حالكم على الفطور بسرعه، روحوا جهزوا حالكم. قل هو الله احد. ماشي، وعلى فكره ضرب بابوش في رمضان حرام. ها مرقنا الحمد لله. خلينا نكمل على البقيه. رح يطلع بوجي، رح بلش فيه فورا. في صوت في الحمام، شكله في حدا بالحمام. وانت من قد ما حلو تحتاج المراية بشنو؟ الله عليك يا ابو عبادة، قدوش بدك اياه من زمان. قولي يا لطيف يا لطيف، قصة يا لطيف، ايش الصوت هذا؟ ممتاز، ضي عندي خدود جدي بس، هنشوف مين راح نبلش. يعني اقسم بالله شريط الكاميرا اذا ما انا صلحته ما حدا بيعرف يصلحه. منو ما حدا بيعرف يصلحه؟ ايش هالقرف هذا؟
ايش الصوت ده؟ صوت مين؟ اذا قلنا هذا بدي اوصفه انا من فوق لتحت، شلون بدي اوصفه انا من هون؟ جدي حزرتي حبيبتي، يوم ما اتفق مع الصبايا عرفتك كلياتنا سوا، وانت رح تعزمينا وانت رح تدفعي، يخرب بيتك، تعطي معنا دفعنا عنك ولا لا؟ مسكينة، ما انا عارفه ايش رح يصير فيها. قولي هزة ارضية، هزة ارضية، قولي صارت هزة صاروخ، والله صاروخ. قولي هاي رسم البيت علي. ايش هالصوت هاي؟ هاي خدوش؟ خدوش اختك هاي؟ ما بعرف فين هذا صوته؟ والله هذا صوته راح اشوفه. ايش بك خدوش؟ ايش بك؟ ايش في؟ صاروخ صاروخ، في حدا شرف صاروخ؟ صارت هذا انت شرفته مو يا حق، انت شرفته. انا بدي اشرف عليك صاروخ. لحظة، امك من شوي كمان مطبخ شرف عليها واحد، انا كنت قاعد على برندا كمان شرف عليها واحد. الا ما اذا انت هون في حدا بيعمل فينا مقلب بالبيت بس. صح، اكيد ما امي، لان عودون شرف عليها واحد. لحظه، اذا انا هون وانت هون وابوي بالحمام وجدك فوق على صالح الكبر تبع عيناره، مين راح يكون لك مين راح يكون؟ مجودي. صح، لك انا شلون نسيته؟ لك حتى ليه ما طول النهار ما هو مبين من الطوال اصلا، بس هي بدها حطها لحتى نقبض عليه بالجنون لشهود، شلون بدنا نكشفه؟ انا بعرف، لازم اخبر امك وابوك لانه ما راح يصدقوا، بعدين راح نظبط له خطه منيحه لحتى يقع بالفخ. حقيني انت. صحيح مجودة؟ انت اليوم ايش اشتريت بالمصاري اللي عطيتك اياهم انا؟ اشتريت شيبس؟ اشتريت شيبس اكلته كلياته خالص يعني ما بي منه شنو. خلص؟ يخرب بيتك، اخطبوط انت؟ شو عم تسفه انساف؟ طيب مسوق تاع ونجيب كمان شوية شيبسات لك. شان تقول ما اطلع عليها، روح خلي بين معك بسوق. الله شكرا شكرا. هلا برجع بنزل بقول بشتري فيهم صواريخ وبفجرهم عليهم مره تانية. يلا انا رايح انا رايح. وقت اخر وقت اخر. طع بدا طع طع. ممتاز ممتاز. ليك انا راح اقطع ابرك برا، لانه اكيد هلا راح يجيب صواريخ ويرجع يجي، راح اطلع برا عشان يبلش معي، وانتو كل واحد يلتزم بالخطه اللي اتفقنا عليها. يلا ممتاز. ما في حدا كمان عاد عبادة يطلع برندة؟ بدي ارجع بلش الفوضى. والله كشفناك يا مجود الواطي، والله كشفناك. هذا انت كل واحد مكانه بسرعة بسرعة. صاروخ، مين شاف الصاروخ؟ الطاع طاع طاع، كشفينك يا حقير الطاع. عندك سبت مفرقك. ولي مو انا مو انا، والله مو انا مو انا. يخرب بيتك كلياتنا كشفناك. لك على مين بدك تكذب؟ على مين؟ طاع يمي طاع، شوفي بعينك. يخرب بيتك يخرب بيتك يا حقير. بقى انت اللي عملت فينا كل هاي؟ شو بدكم تعملوا؟ والله صدقوني ما انا، والله والله ما انا ما انا. ايه مجهز لك مفاجأة. اما شو مفاجأة؟ ترى فرجيك اياها. ايش كنت تعملوا؟ فهموني ايش كنت تعملوا؟ والله والله خليك تطير للسما، والله لحتى اعلمك شلون الصواريخ تنضرب. طول بالك وبعدين متاكد هذا الصاروخ كفي؟ بنزل اجيب لك كمان انا اذا بكفي. انا بكفي انا بكفي بكفي وزياده. بعده كلياتكم راح اشغله واشرفوا عليه، والشغال على نفسه راح اشغله كمان. بعده شو بيجي عليكم بسرعه. طول بالك وبعدين اذا بدك تفهم ما تفهم ولا متفهم انا وانت. سد دور ابوك انا، والله اطير للسماء للسماء اطير.
راحت عليك. سلم على بابا.